لدي سؤال. في الماضي قبل زواجي وبعد كنت أشاهد مسلسلات وأفلام أجنبية أحيانا تحتوي على أمور خيالية، ملائكة وآلهة وهكذا، ولم أعلم أن مشاهدتها حرام. كنت أظن أن مشاهدة المشاهد الإباحية فقط حرام، ثم قاطع عن الرضا بالكفر وأنه من نواقض الإسلام، ودخلت في وساوس العقيدة. كنت أستمتع بها وأتمنى أحيانا لو أن لدي قوة خارقة مثل الأبطال الذين يمثلون شخصية الإله أو الملاك. فهل كفرت؟ سؤال آخر حول كناياتي: الطلاق. سألتك فأجبتني أنه لا يقع. رحت لدار الإفتاء قالوا خلي زوجك يكلمنا. فأنا إذا سمعت كلامك تبرى ذمتي، ولا لازم زوجي يروح لدار الإفتاء؟ شفاك الله وعافاك يا بنيتي. أيا كان الأمر فيما قصصت علي فيما مضى، لا يعظم ذنب على التوبة وإن كان كفرا. فقد قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقد تبت يا بنيتي، فأسأل الله أن يتقبل توبتك وأن تغلقي هذه الصفحة ولا تعيد فتحها وتكرار السؤال عنها مرة أخرى. ومشكلتك يا بنيتي في الطلاق أو في الوساوس في كثرة القفز بين المفتين، هذا سبب الحيرة والتخبط والوسوسة. لقد قلت لك ما عندي وكان هذا هو فهمي واجتهادي في حينها، ألا أذكر الفتوى ولا أذكر الواقع؟ لا بأس في أن تطلبي من زوجتي أن يتابع مع دار الإفتاء إن شئت، لكن أرجو ألا تزعج المفتين من حولك مثل هذه التخبطات المرضية، وأقترح مراجعة بعض الأطباء النفسيين، فما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من